معنا الأخ مخلص زبيدات، يعني الجبهة الديمقراطية اليوم عم تتطوعوا طبعا في على دوار مدرسة وادي الصفا. تحكي لنا أول شيء شو المناسبة، ليش اليوم بالذات، شو راح نسوي اليوم؟ في البداية الجبهة الديمقراطية أطلقت مشروع أخدم بلادي، أتطوع لبلادي ولا أخدم جلادي، لمناهضة مشروع الخدمة المدنية التي تحاول السلطات فرضه على شبابنا والانخراط بين صفوف الشباب. بالنسبة لهذا اليوم ليس صدفة يعني أن اليوم في ذكرى في يوم النكبة، هو أيضا للتأكيد للتجذر في أرضنا في أرض الوطن، وعليه الجبهة الديمقراطية أعلنت عن استعدادها أنها مستعدة للتعامل مع أي مؤسسة مع أي مدرسة مع أي حي للتعاون لتنفيذ أعمال تطوعية، أولا لترسيخ مفهوم التطوع لدى أبناء الشبيبة، والأمر الآخر للمحافظة على جمالية شوارعنا وعلى مدارسنا، ونحن على استعداد للمساهمة في أي مشروع ممكن قد يطلب منا. طيب احنا اليوم موجودين هنا في الدوار، في الدوار شو راح نسوي اليوم؟ عمليا في هذا الدوار سيتم طبيعي تنظيفه وترتيبه، ستقام شبكة مياه لري المزروعات التي سنقوم بزرعها، نعم. وهي عبارة عن ورود حتى يكون مدخل المدرسة ومدخل الحي نظيف وجميل ومن هذا المنطلق. شكرا جزيلا لك. معنا حسام أبو صالح طبعا من الجبهة الديمقراطية في سخنين، يعني بتقوموا بعمل تطوع اليوم في مدرسة وادي الصفا، تحكي لنا يعني شو هذا اليوم، شو هذا العمل التطوعي؟ شيء طبعا بعد قرار من حلف الجبهة الشبيبة سخنين انه نقوم في عدة اعمال اللي هي خدمة للبلد وخدمة للمدارس. نعم. طبعا اليوم دينا بهاي المدرسة في بعد عدة شغلات اللي هي راح تكون في مدارس اخرى. نعم. بدل هذا الشيء طبعا على انتمائنا لهذا البلد ومحبتنا لسخنين ولا مدارس سخنين. نعم. شو سويت اليوم؟ انا شايف انه زرعتوا شجر و زرعنا طبعا هون بعض الاشجار، نظفنا الساحات مع جنينة صغيرة بهاي المدرسة، في الدوار كمان تحت عمالين بنظبط فيه، رح نزرع ورد. نعم. مع جدار على الداير. في زيتونة جوا برضه جبناها، زيتونة كبيرة اللي جوا هناك. نعم. زرعناها. تطوع للمدرسة. يعني بالأول وبالآخر طبعا المستفيد هو أبناء سخنين. أبناء من هذا شيء طبيعي انه كل الفائده بالاخر بتعود على اولاد سخنين في الصفا او في الحلان او في اي مدرسه ثانيه. طبعا هذا النشاط اللي هو راح يستمر لفتره اطول ان شاء الله. التطوع لبلادي لا للجلادي. طبيعي. هذا جواب طبعا للسلطه ولهي الحكومه انه احنا في عنا انتماء لبلدنا لوطننا اللي احنا خلقنا فيه ورح نعيش فيه ورح نبني فيه مستقبل إلنا ولأولادنا لكل أجيال قادمة. شكرا لك.